للماديات. ايوه نرجع للماديات تاني. نرجع للماديات يا دكتور. طيب دلوقتي الست قد ايه لازم تشارك في البيت ماديا عشان تقدر تحافظ عليه؟ دي نقطه مهمه قوي متهيألي مش كل البرامج بتتكلم فيها. لا خلينا ادام دخلنا في الحته ديت ان ده برضو انا شايف انه ما ينفعش يبقى في اتفاق. يعني لو انا النهارده بشتغل وشغل كويس وماشي البيت كويس ومراتي بتشتغل فعاده ما بتحطش فلوس البيت نهائي خلاص. لو احتاج البيت هي اوتوماتيك بتحط من غير ما تيجي تقول لي انت هتحط 5 قروش وانا احط 5 قروش وبعدين خلصوا حط قرش وحط قرش. احنا كده قاعدين في سوبر ماركت. يعني ده اللي انا اتعودته وعايشه. انا معايا بمشي الدنيا اوكي، حصل عندي دروب في اي حاجه في الدنيا هي بتمشي الدنيا وده الطبيعي اللي احنا نشأنا عليه وعرفناه. بس ده مش 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 كل اللي حاصل دلوقتي. يعني دلوقتي بنشوف ستات كتير جدا ما بتشتغلش، ولو بتشتغل تصرف على نفسها فقط ما تصرفش على البيت. ما هو خليني ودي نقطه مهمه ومتهيألي احنا محتاجين في مصر حاجه كده زي منظومه. بتشوفهم فين؟ بتشوفهم فين دول؟ انت بتقوله ده فعلا مش انت عارف هم موجودين ولا لا يا جماعه؟ بتشوفهم مين دول؟ خليني اقول ان تعالى لي بس مين دول؟ فين دول؟ فين الست دي اللي بتشتغل وتصرف على نفسها بس ما بتصرفش على العيال وعلى البيت وعلى الدروس وعلى السفر وعلى المروح وعلى المجاي؟ تتفرج هي دلوقتي اهي اهي. لا لا ما هي راجعه من شغلها فتحاني وهي وبتطبخ على فكره دلوقتي. ايوه لا لا مين جبتهم منين دول؟ موجودين كتير جدا كتير لا جداً. مش موجودين دول موجودين فعلا في بعض نماذج ولكن ما نقدرش نعممها بس مش اغلبيه. يعني بص اقول لك حاجه صح قصه ما فيها ان 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 في نسبه كبيره من الستات بيشاركوا في البيوت. ايوه بس هي صح. القصه ما فيها ان يعني هقول لك حاجه انت دي هتعجبك. انا ساعات كتير بكره في بعض الرجالة الأنانية المفرطة بتاعتهم وعدم القدرة على العطاء مش المادي. يعني ممكن تكون ست لطيفة جدا بتشارك مع جوزها او حتى بتصرف مصاريفها الخاصة من مرتبها مش بتيجي جنب مصروف البيت مثلا، بس على الناحية التانية هي بتقوم بجميع النشاطات المنزلية الغير عادية، بمعنى بتطبخ بتنظف وبتعمل ورغم ان ممكن يكون عندها شغاله برضو بتودي دروس وبتذاكر والتمارين وبتودي لهم التمارين. يعني معظم انا كنت في كورس فلقيت مجموعه ستات كانوا واقفين معايا فبيقولوا ايه بودي التمرين فواحد بيقول انا بودي، قالت له لا اكيد انت مطلق مثلا، لا انا متجوز. فعجبني المثال ده، يعني عجبني المثال ده جدا. يعني ممكن انت برضو كراجل مفروض يبقى عندك قدرة على العطاء في المشاركة مع الست اللي انت عايش معاها، خصوصا في حاجات الولاد دي مهمة قوي قوي، بتشيل هيدك او بتشيل ضغط عصبي على الست غير عادي.